السلام عليكم. باش انت تربح من اليوتيوب لابد ما تقدم محتوى فريد من نوعه. حتى لما يكون المحتوى فريد من نوعه، مش مخنوب او واخد فكرة من حد، تكون انت الشخص صاحب هذا المحتوى، بإذن الله حتربح من اليوتيوب وحتحصل ارباح. حنوريكم بعد شوية الارباح متاعي في اول 6 شهور، مش حتصدق يعني القيمة المادية. فحنوريها لكم بالدليل قديش كنت نربح. طبعا انا بديت نربح من البداية. علاش؟ لأن شني؟ لأن ما كانش في شروط اليوتيوب نتاع 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. فأنا لما دخلت عالم اليوتيوب، كان أول ما تفتح اليوتيوب تقدر تربطه بالأدسنس ويتحول للأرباح. فأنا حنوريك أول 6 شهور، ما تنصدمش، خليك كي رايك. وأنا مش نحبطك، والله ما نبي نحبطك، أنا غير بس بنوريك أرباحي أول 6 شهور، والحمد لله تو بديت نخدم ونطلع في قيمة مالية كويسة إضافة للعمل الحكومي بتاعي. فيلا معاي شوفوا الأرباح قديش كانوا أول 6 شهور. طبعا من 11/1 لعند 11/6/2017 هي أول، يعني أنا دخلت في اليوتيوب في 11/1/2017. هوريتكم الفترة الزمنية اللي هي في الفترة هذه قديش نربح منها. ربحت منها القيمة هذه اللي هي 3 سنت، يعني في 6 شهور ربحت 3 سنت فقط. هل تصدقكي؟ فقلت لك البداية صعبة جدا جدا جدا، لكن بعدين تبدأ تتصرح الأمور وتولي الأمور 100%. فكان الفيديوهات متاعاتي، أشوف يعني عندي فيديوهات، في حتى سيمور يعني عندي فيديوهات، كانت المتابعة شوية، يعني كانت المتابعة شوية، لكن بعدين طورت القناة بتاعي وبدت متابعينها كويسين، وبدت تحصل قيمة مادية إضافة للعمل الحكومي بتاعي. فكان أول 6 شهور تحصلت على 1000 مشاهد و30 ساعة مشاهدة. 30 ساعة، مش 30,000 ولا 3,000 ساعة مشاهدة، 30 ساعة مشاهدة، وعدد المشتركين هيك، وعدد والربح متاعي كان كذا. فشوف يعني شهر يناير كان كله صفر، مع اني شني؟ مع اني نصنع في فيديوهات، كان كله صفر 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 صفر. لعند فبراير صفر، بعدين فبراير بدأت تزيد شوي شوي. شوف لحظة كيف بدأت تزيد 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 تزيد، لعند ما وصلت لعند حاليا. تو نوريكم قديش نحصل، خلينا نوريكم توا حاليا آخر 7 أيام قديش ربحت. ربحت 5 يورو وكذا، لكن بدأت في تصاعد. خلينا نوريكم حاجة. طبعا شهر رمضان شهر عبادة، فأنا نعذر المشاهدين لأن ما كانوش متابعين لقناتي. فكان المشاهدات، شوفوا آخر 30 يوم، شوفوا كيف تلقوها كل أسهم طايحة، كانت المتابعة شوية وكل شيء شوية. فكان شوفوا يعني شوفوا كيف هذا. كان في شهر رمضان، شهر رمضان كان القناة كانت مدمرة بالكامل، لكن بعدين بعد شهر رمضان ازدادت الإحصائيات. يعني المحتوى فيه مرات مواسم إنه يكون فيه طايح المحتوى متاعك، وفيه مواسم يكون كويس المحتوى متاعك. في ناس عندها امتحانات، في ناس عندها مش عارف شنو، فيها مشاغل، في ناس تبي تقضي العطلة الصيفية في بلاد فلانية، في ناس بتصيم رمضان بتلهى بالعبادة. فإحصائيات شهر رمضان كانت أنا مدمرة جدا، كنت محبط لدرجة ما تصوروش، لكن الحمد لله استمريت وكملت، وتو الحمد لله بدت قناتي يعني كويسة. فالاستمرارية مهمة جدا جدا جدا، واستمرارية مهمة جدا جدا. فهذا هو الفيديو، يعني باش نوريكم انا الارباح متاعي كيف اصبحت. تشوفوا لاحظوا المشاهدات، المشاهدات كانت في شهر رمضان، نشوف بعد رمضان قديش ولت. بعد رمضان ولت 5,000 3,000 كذا، في شهر رمضان كانت تشوفوا فيها قديش 1000 يعني مشاهدات شوية. والارباح في الشهر هو كان حاليا 19. فالحمد لله راتب فوق من الراتب بتاعي في العمل الحكومي، ونتمنى انه يزيد بفضلكم انتم، وبفضل من الله طبعا عز وجل اولا، وبفضلكم انتم. لو كان انتم تدعموني وتدعموا القناة وتنشروها لاصدقائكم. هذا بالنسبة للفيديو، فيديو بسيط وسهل.